دعني انتقل الى دبي مع الدكتور عبد الخالق عبد الله، استاذ العلوم السياسيه. دكتور عبد الخالق، اهلا وسهلا بك. طبعا الكلام بدا تماما من المقاربه الامريكيه. هناك شعور لدى كثير من الفرقاء ان السبب الرئيسي في هذه التحولات الاماراتيه وتحولات اخرى بالمنطقه ربما هو هذا الموقف الغامض الملتبس للولايات المتحده في علاقاتها مع الشرق الاوسط. هل هذا كلام دقيق ام انه ايضا للامارات اسباب داخليه اماراتيه بيتيه وربما خليجيه ايضا تفرض ذلك؟ مساء الخير جميعا دكتور محمد. وانا حقيقه لا لا وانا لا اتفق مع هذا الراي، ان هذا الحراك الذي نشهده حاليا في المنطقه حراك تصالحي توافقي، وهذا الزخم الدبلوماسي الذي نراه لا اعتقد ان مصدره واشنطن. و في تقديري أن هذا الحراك قد بدأ سابقا لمجيء بايدن. بدأ هذا الحراك سنة 2018 سنة 2019 في حين أن بايدن لم يكمل سنته الأولى في البيت الأبيض. فأولا نظرية أن هذا الحراك انبعث نتيجة لوجود إدارة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه نظرية لا أتفق معها. ما يحدث في المنطقة نابع من بس دكتور عبد الخالق، لو توضح اكثر، لو توضح اكثر مساله انه هذا الحراك بدا قبل ذلك، هو حراك مفاجئ لم يبدا قبل ذلك. قبل ذلك كان الامارات بحاله خصومه مع تركيا ومع ايران ومع النظام السوري، وفجاه كل ذلك تقدم بشكل اني. حوار الامارات مع ايران بدا سنه 2018. حوار الإمارات التركي كان سابقا لبايدن، الآن ظهر إلى العلن لأن المسؤول الإماراتي أراده أن يكون علنيا بعد أن كان غير علني، وسبق للمسؤولين الإماراتيين والأتراك وغيرهم قد تحدثوا عن مثل هذه الزيارات ومثل هذه المحادثات. فبالتالي أنا أعتقد أولا وفي تقدير ربما بايدن ومجيء الإدارة الجديدة قد سرع من هذا الحوار، ربما كما أن الجائحة سرعت من مثل هذا الانتقال، لكن الأساس وفي قلب هذا الحراك المراجعة التي قامت بها العديد من العواصم الرئيسية، أبوظبي، أنقرة، ربما الرياض وما إلى ذلك من العواصم المهمة التي تحرك حاليا هذا الحراك. وسببه ومنطلقه أنه بالفعل قد عاشت هذه الدول 10 سنوات عجاف في حالة اشتباك مع بعضهم البعض، في حالة صراع مع بعضهم البعض في أكثر من موقع، وبعد 10 سنوات اتضح أن الجميع منهك، اتضح أن لا غالب ولا مغلوب هناك، واتضح أن لا أحد قد سدد الضربة القاضية. وبالتالي منذ 2019 وهناك حالة مراجعة في جميع هذه العواصم أدت إلى ما نشاهده حاليا من انفراجات واندفاع نحو بناء جسور التواصل.